السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في مطبخ سيما. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم الطريقة ديال التحضير ديال المملحات بدون فرن، بطريقة اللي هي سهلة بدون بيض وبدون خميرة حلويات، صراحة اقتصادية جدا وكتجي مقرمشة ورائعة في المذاق. وهاد الوصفة هذه نزلتها لواحد السيدة في القناة، كانت طلبت مني مملحات بدون فرن، وكنتمنى ان شاء الله يعجبها ويعجبكم حتى نتوما. وفقط للإشارة، فهاد الوصفة هذه من هندية، يعني الهنود كيديروها بزاف في المملحات، غير أنا فأنا حاولت نغير في المقادير ونبسطها باش تجي في المتناول. كنتمنى إن شاء الله الوصفة تنال الإعجاب ديالكم، ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. كنبدا بسم الله. غادي نحتاج لهنايا، أنا درت 300 غرام، ما بين 300 350 غرام ديال الدقيق الأبيض، كنضيف عليها ملعقة ديال الأعشاب المنسمة، تقدروا ديروا الزعتر، انا عندي هنا مزيج ما بين الزعتر واليزيد، داكشي اللي كيكون مجموع. غنضيف عليها ايضا، درت معلقه ديال السودانيه لانني بغيتها تجي حاره، منتوما على حسب الرغبه ديالكم. كندير معلقه صغيره ديال العطريه ديال الحوت، واللي ما متوفرش عنده العطريه ديال الحوت يمكن يدير كنور، يمكن يدير فقط فلفل احمر، شويه ديال الكمون، سكنجبير، ويدير مزيج فحال هكا. من بعد كنضيف عليها دقيق البصل اولا دقيق الثوم اولا اللي متوفر عندكم، يعني انا قلت لكم هاد المقادير ديال التنسيم كتنسمو باللي نتوما متوفر عندكم في البيت. من بعد كنحك شويه ديال جوز الطيب، واللي ما كيبغيهاش يمكن يستغنى عليها، مي صراحه هاد المزيج هذا اللي عطيتكم كيجي رائع. من بعد غادي نضيف القليل ديال الملح، لانكم عارفين هادي مملحات فخاصو يجي فيها الملح باين، يعني ما نديروش غير ديك القبصه، كنزيدو شويه عليها، يعني تقريبا واحد نص ملعقه صغيره، المهم الملح على حسب الذوق. وكنضيف القليل من الكركم، تقريبا واحد نص ملعقه صغيره، كنضيف القليل من الماء، وغادي نضيف جوج معالق ديال الزبده مذوبه، وغادي نبدا كنجمع الخليط ديالي بالماء. الخليط غيكون العجين ديالو تماما فحال العجينه ديال المسمن، كاننا كنصايبو الرغيف ديال المسمن، يعني باش الناس يعرفوا العجين كيفاش يكون الملمس ديالو، وما غاديش نحتاجو اننا ندلكوه ابدا، يعني مباشره ملي غادي نخدموه. بغيتو تخليوه يستراح خليوه، بغيتو تخليوه يبات يعني تحتفظوا به في الثلاجه الوقت اللي بغيتو تحضروا هاد المملحات، كتخرجوا الكميه اللي بغيتو تخليها، مثلا كانت مجمد ديكونجلا كتلقوها وكتشكلوها وتطيبوها، يعني هاد العجين هذا ما كيفسدش، ما فيش خميره ديال الخبز، ما فيش خميره ديال الحلوه، في مواد اللي هي عاديه وطبيعيه. الى عندكم ايضا توفر الدقيق ديال الذره اولا الدقيق ديال الحمص، فيه زيدوه في هذه الوصفه هذه. صافي غادي نستمر نفرش مع العجين حتى كنحصل على عجين بهذا الشكل هذا. بعد ما كنحصل عليه بهذا الشكل هذا، كندوز مباشره تلقوا قصد حامل، يمكن لكم تستخدموا شويه ديال الدقيق باش تلقوه بسهوله. من بعد ما كنمدو بسمك اللي خاصو يكون رقيق، يعني باش يحصلوا على المملحات مقرمشين خاص هذاك السمك ديالو يكون رقيق جيدا، كل ما رققتو كل ما غيجيكم مملحات مقرمشين مزيان. صافي كنبقى كنطلق فيه بهذا الشكل هذا حتى كنرقو جيدا. وكنبدا هنايا عندكم كان عندكم كناخذ فورشيت وكنتكو كامل، يعني يمكن لكم تستخدموا ديك الاداه اللي كيكون فيها السنان بزاف، اولا ديروا جوج فورشيطات وتكوه كامل. علاش غادي نتكو؟ انا نعطيكم جوج اختيارات، نتوما شفتوا معايا في الاول مملحات اللي هي رقيقه، وكاينه مملحات اللي كتجي منفوخه، يعني هذيك الرقيقه كتجي مقرمشه بزاف، وانا الصراحه كنفضل هذه، كنتكوهم بالفورشيط فحال هكا، وكان من بعد كنشكلوهم اشكال، ديروا بحال هكا دوائر، ديروا مربعات، نجوم، تقدروا اصلا الا ما بغيتوش غير تشدوا الجرار وتقطعوهم كاملين مربعات، ولا تقطعوهم على شكل فحال دوريتوس ديروهم مثلثات بحال غديروا الكرواسون، ولكن ما تشكلوهاش. ويمكن لكم ايضا تشكلوها بالاشكال ديال الفقيقات اللي كنديروا في العاده وتطيبوهم. صافي من بعد ما كنشكل هاد المملحات ديالي غادي نبدا كنحيدهم، نقدر مثلا الا كنتو باغين طيبوهم مباشره فمن ديك الساعه كتكون عندكم مقلاه اللي هي ساخنه وكتبداو تقليهم. المهم انا حيت كان ايدي بوحدي كنشكل كميه لا باس بها، وكتكون عندي المقلاه ساخنه كنديرها على نار اللي هي متوسطه، يعني ما نديرهاش من نار حاميه،
باش ما يتخطفوش ليا ويطيبوا جيدا ويتقرمشوا، يعني يجيونا انهم طيبين في الفرن صافي. وكنزلهم في الزيت وكننزل الكميه ديالي وكنبقى كنحركها باش تطيب ليا جيدا حتى كطيب بالتساوي. من بعد ما كطيب لي الكميه ديالي كلها كنحيدهم وكنسقط نديرهم في شبيكه اللي نكون فرشه لها ورق الطهي باش يتسقط. صافي من بعد ما كنكملهم كنوضعهم جانبا ونعاود نكمل الكميه الثانيه. بالنسبه للثانيه فكيف قلت لكم غنقترح لكم هذوك الناس اللي بغيو هذوك الشكل اللي كيجيو منفوخين، فكديروهم كسرحوهم بحال هكا وما كتقبهمش بالفرشات، كديرهم سمك اللي هو رقيق وما كتقبهمش بالفرشات. انا نقطعهم فقط بالجراره باشكال بحال هكا مربعه وغادي نوضعهم في الزيت. فمباشره ملي كديروهم كيبداو كيتنفخوا، كيجي داك الشكل ديالهم بحال هكا منفوخ وزوين، كيجيو مقرمشين من برا وخاويين من الداخل، يعني خاويين مات تماما وكيجيو هائلين. ولكن كيف قلت لكم انا صراحه فضلت هذا النوع، هذا هو اللي كيديروه الهنود بزاف وكيجي مقرمش وكانكم كتاكلوا ليه شيبس وما كيجيوش بتاتا شاربين الزيت. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، وخصوصا السيدات قلت لكم اللي طلبوهم مني كنتمنى ان شاء الله تعجبهم هذه الوصفه. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المملحات. كنتمنى ان شاء الله الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. دائما ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب وصلوا لاكبر عدد من اللايكات. بالنسبه لباقي المملحات ديال عاشوراء فانا سبق لي ونزلت لكم في العام اللي فات مجموعه من الفيديوهات، غادي ننزلهم لكم في صندوق الوصف. وايضا خليت لكم الراحه الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.